السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج الحدث، لنتعرف من خلالها على أهم وآخر التطورات الميدانية، وذلك وكما عودناكم عبر شبكة مراسلين المنتشرة على الأرض وعبر الناشطين الإعلاميين هناك. نبدأ معكم هذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وإلى حلب وآخر التطورات هناك، حيث شن الطيران الروسي غارات جوية على مدينة الباب تسببت بسقوط شهداء وجرحى. هذا ودارت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات النظام في مدينة سفيرة، تمكن على إثر التنظيم من السيطرة على عدة أحياء فيها، كما وسيطر التنظيم على قرية الشيخ هلال وتقدم باتجاه بلدة أثريا. من جهة أخرى، استعاد الثوار السيطرة على مزارع خلصة وحميرية في ريف حلب الجنوبي بعد اشتباكات مع قوات النظام. وللمزيد ينضم إلينا من هناك مراسلنا قحطان المصطفى. أهلا بك قحطان. أهلا بك نورس، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم قحطان، أحداث كثيرة لديكم وتقدم على التنظيم وتقدم للثوار أيضا، ضعنا بصورة التطورات لديكم. نعم نورس، حقيقة أبدأ معك من يعني الريف الجنوبي لحلب، الجبهة الساخنة هناك بعد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وكتائب الثوار اندلعت ليلة البارحة في محيط بلدة خان طومان. الثوار يقتلون عدد من عناصر قوات النظام ويغتنمون دبابتي 72، تجدد القصف أيضا على قريتي الحاضر في الريف الجنوبي من المدفعية المتمركزة في جبل عزان وعلى القرى المحيطة بها بريف حلب الجنوبي. أيضا نفذ الطيران الروسي صباح هذا اليوم عدة غارات جوية استهدفت مناطق عديدة في الريف الجنوبي، منها بلدة الحاضر ومحيط قريتي خان طومان وجبل عزان وبلدة العيس. الثوار أيضا في ريف حلب الجنوبي يشنون هجوما مباغتا على مزارع خلصة وحميرية ويقتلون عددا من قوات النظام ويجبرون بعضهم على الانسحاب ليعلن الثوار بسط السيطرة الكاملة عليها. أيضا هناك صباح هذا اليوم 12 طائرة روسية استهدفت منذ ساعات مناطق كفر رجوم وخان طومان بالقنابل العنقودية والصواريخ الفراغية بتركيز عنيف جدا على المناطق، ويستهدف بلدة خان العسل أيضا بالقنابل العنقودية منذ قليل، هذا في الريف الجنوبي نورس. نعم، إذن تقدم للثوار هناك وسيطرة على مناطق على حساب قوات النظام. نعم نورس، في الحقيقة هناك يعني تصعيد عسكري غير مسبوق في الريف الجنوبي، وهناك تقدم كبير للثوار في المنطقة. هل لا تزال الاشتباكات مستمرة أم هدأت هناك قحطان؟ حقيقة لا تزال الاشتباكات مستمرة نورس، يعني رغم تكثيف طلعات الطيران اليوم لأول مرة، يعني 12 طائرة روسية تقصف يعني في آن الواحد ريف حلب الجنوبي. رغم كل هذه طلعات الطيران ما يزال يعني الثوار في حالة تقدم وتأهب واستعداد في المنطقة. سفيرة والتقدم الذي أحرزه تنظيم الدولة هناك على حساب النظام أيضا، حدثنا عنه قحطان. نعم نورس، شن تنظيم الدولة هجوما عنيفا على مدينة السفيرة منذ ليلة البارحة إلى ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم. الأنباء الأولية تشير إلى تقدم واضح لعناصر التنظيم وتمكنهم أيضا من السيطرة على عدة أحياء في المدينة ليتمكنوا يعني من كسر الطوق الأمني المشدد هناك وانتقال التنظيم إلى حرب الشوارع في بعض أحياء مدينة السفيرة. المعارك ما تزال على أشدها أيضا في الريف الشرقي في مدينة السفيرة. التنظيم يعلن منذ ساعات على السيطرة على 15 حيا في مدينة السفيرة، ويسيطر على المشفى السفيرة الوطني هناك بعد سيطرته على بلدة العزيزية مدخل مدينة السفيرة في الريف الشرقي. إذن المشفى الوطني و15 حيا، الاشتباكات لا تزال مستمرة، لم يعلن التنظيم عن سيطرته على المدينة بالكامل حتى الآن؟ لم لا يوجد اعلان رسمي بعد عن يعني السيطره الكامله على المدينه، لكن هناك انباء عن انهيارات في صفوف النظام وتقدم كبير ايضا في المنطقه على يعني لحساب تنظيم الدوله. الريف الشمالي قحطان، هل من تطورات هناك؟ حقيقة يعني لا تزال جبهة الريف الشمالي تشهد هدوءا حذرا بين الثوار وتنظيم الدولة، وبين التنظيم أيضا والثوار وقوات النظام، مع بعض الاشتباكات الخفيفة طبعا التي تندلع بين يعني الحين والآخر. هناك تهدئة ربما من الطرفين بسبب الهجمة العنيفة يعني من النظام والطيران الروسي على المنطقة.
نعم، حلب المدينة وآخر التطورات فيها إن كان من ناحية القصف أو الاشتباكات هناك. نعم نورس، انقطاع الكهرباء والمياه لا يزال مستمرا لليوم الثالث على التوالي بسبب عدم التمكن من إصلاح خط كهرباء حماة الزربة 230 كافي وموقع العطل بالقرب من قرية الحاضر بريف حلب الجنوبي. كما أكد لنا الأخ أبو النور مسؤول كهرباء حلب في الإدارة العامة للخدمات أن عناصر النظام والميليشيات الموالية منعت دخول ورشات الإصلاح إلى الموقع رغم محاولات عديدة من المنظمات الإنسانية والتنسيق لدخول الموقع. أيضا هناك سجل يعني في حلب المدينة صاروخ فيل في وقت متأخر من ليلة البارحة في حي الزبدية، لا يوجد إصابات. أيضا في خبر يعني متصل تم تأكيد خبر مقتل المستشار الإيراني حميد رضائي دايي قائد ميليشيات الباسيج في منطقة مهدي شمس أباد، والمعلومات الأولية تشير إلى مقتله في الريف الجنوبي لحلب. أيضا هناك سجلت اشتباكات بين الثوار وعناصر قوات النظام على جبهة صلاح الدين بعد محاولة عناصر النظام التسلل، وقد استطاع الثوار صد التسلل يعني طبعا قتل بعض من عناصر النظام هناك. هل من غارات اليوم على مدينة الباب قحطان؟ نورس يعني لا يزال الطيران المروحي يحلق في محيط مدينة الباب منذ صباح هذا اليوم، لم ينفذ في صباح هذا اليوم أي غارة جوية إلى الآن. هناك طيران استطلاع أيضا نفذ ليلة البارحة على مدينة الباب غارتين جويتين من الطيران الحربي ارتقى على أثرها يعني عدد من الشهداء. الحصيلة الأولية ليلة البارحة تشير إلى 15 جريحا وثلاث شهداء وجميعهم من المدنيين. قحطان المصطفى مراسلنا من حلب حدثتنا من هناك، شكرا جزيلا لك. إذا الثوار يقتلون عددا من عناصر النظام بخان طومان ويغتنموا أسلحة، عدة غارات جوية على الحاضر وخان طومان وجبل عزان والعيس، وغارات على كفر تخوم وخان طومان وخان العسل. تقدم لتنظيم الدولة في مدينة سفيرة ودخوله لداخل المدينة وحرب شوارع مع النظام وانهيارات لتحصينات النظام هناك. التنظيم يسيطر على المشفى الوطني وعلى 15 حيا داخل المدينة. هدوء حذر في جبهات الريف الشمالي، استمرار انقطاع الكهرباء والماء لليوم الثالث على التوالي في حلب المدينة، مقتل المستشار الإيراني حميد رضائي في الريف الجنوبي لحلب، واشتباكات على جبهة صلاح الدين. تلك كانت أبرز الأحداث في حلب حتى الساعة. إلى العاصمة دمشق وآخر التطورات هناك، فقد دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام على جبهة شبعة في الغوطة الشرقية، قتل على إثرها العشرات من قوات النظام. هذا واستمر النظام باستهداف ريف دمشق بشتى أنواع القصف الذي تسبب بسقوط شهداء وجرحى بين المدنيين. وللمزيد ينضم إلينا من هناك مراسلنا حازم الشامي. أهلا بك حازم. نعم مساء الخير نورات. نعم، أحداث كثيرة في دمشق حدثنا عنها لو سمحت. نعم بالفعل، لو بدأت من أرض المعارك جبهة منطقة المرج في الغوطة الشرقية، حيث دارت اشتباكات عنيفة وشرسة على معظم جبهات المنطقة، مما تسبب بسقوط 20 عنصر للنظام قتلى على جبهة شبعة بعد معارك عنيفة دارت في تلك المحاور. طبعا لتذكير من كان يقوم بالقتال على تلك الجبهة، على تلك الجبهة هي جبهة النصرة وقوات النظام. طبعا لو عدنا إلى منطقة نولة اليوم شهدت قصف عنيف ومكثف، ومركز القصف من بلدة النيحة وطريق مطار دمشق الدولي. أيضا لو بقينا في أو مدينة دومة، حيث اليوم شهدت المدينة قصف عنيف عدة مرات تستهدف وسط المنطقة. أيضا هناك عدد شهداء وجرحى سقطوا جراء القصف المكثف، وذلك من أطراف الجبال المحررة. أيضا لا زالت المعارك مستمرة على أطراف الجبال المحررة، حيث استطاع الثوار من إحكام السيطرة على عدة نقاط في تلك المناطق. أيضا اليوم قامت غرفة عمليات جند الملاحم في غوطة دمشق الشرقية بتمشيط أحد مقرات واختناق قوات النظام في منطقة العجمي في منطقة حرستة، وذلك على أطراف إدارة المركبات. أيضا كما تم التأكد من مقتل ناصر لقوات النظام، ما سمعنا سيارات الإسعاف وهي تتجه باتجاه العاصمة دمشق. أيضا لم تسلم بلدة عين درمة وزميلها من الصواريخ المتفجرة وأيضا الراجمات. حازم تسمعوني؟
نعم نورس. الصوت يتقطع، لو تتحدث بهدوء وترفع صوتك قليلا لنتمكن من السماع بوضوح لو سمحت. نعم نورس، قد ذكرت أن مدينة جامايكا وأيضا عين ترمة قد شهدت قصف عنيف ومكثف، أيضا كان هناك تسجيل سقوطين صواريخ أرض على تلك المناطق، هناك شهداء وجرحى في منطقة عين ترمة جراء استهداف الأبنية السكنية بالصاروخ. أيضا لو انتقلنا إلى وسط العاصمة دمشق حيث استمرت الاشتباكات العنيفة على جبهات حي جوبر الدمشقي وعلى أطراف حي القابون في محاولات جديدة من ثوار القابون للتقدم على جبهات مركز القوات الخاصة. أيضا في حي جوبر الدمشقي قوات النظام حملة جديدة على جبهة المناشر في محاولة لاقتحام الحي، استطاع فصيل فيلق الرحمن من صد تلك المحاولات بعد اشتباكات عنيفة دارت بعد فجر اليوم. أيضا لا زالت المعارك مستمرة في كل من جنوب دمشق على أطراف الحجر الأسود، كان هناك اليوم قصف أيضا عنيف يستهدف وسط المنطقة مما تسبب سقوط شهيد. أيضا اليوم تم التأكد من سقوط أو خروج عدة صواريخ من البوز 146 خاصة في منطقة وادي بردة وفي وادي بتيمة بالتحديد، ولا أنباء إلى الآن مكان المستهدف، ولكن تلك الصواريخ خرجت من المنطقة. أيضا اليوم لو عدنا وفي خبر منفصل، طبعا الآن وردني استهداف فرع الأمن السياسي في باب تومة بدمشق، ولا أنباء عن الفصيل الذي قام باستهداف ذلك المركز مما تسبب أيضا لسقوط قتلى لقوات النظام. طبعا نورس حقيقة نلاحظ أن قوات النظام قد أخرجت دفعة جديدة من قبل أو حزب الله أخرجتها من وسط السبداني واتجهت باتجاه طبعا أطراف بلودان. طبعا يعتقد أن تلك الأرتال قد سوف تسحب معها عدة آليات عسكرية وتتجه باتجاه الغوطة الشرقية، وتخوف كبير من محاولات جديدة لقوات النظام. طبعا نتمنى من جميع الفصائل بضرب ذلك الرتل إذا توجه إلى المناطق المحررة. طبعا نورس اليوم لا زالت المعارك مستمرة على أطراف الغوطة الغربية مما أدى لسقوط عدة براميل متفجرة على مدينة الزبداني في محاولات جديدة من قوات النظام التسلل إلى المنطقة. طبعا كل المحاولات باءت بالفشل بعد أن قام النظام بتلغيم أحد الأبنية ولم يتم تفجير الجناء إلى الآن، وذلك لم يعرف أسباب إن كان النظام السوري سوف يقوم بتفجير البناء. طبعا الآن في خبر منفصل، هناك قصف عنيف تستهدف بلدة الدينة وأطراف حرستا القنطرة ومرج السلطان في الغوطة الشرقية. طبعا نورس هذا الخبر الآن قد ورد، واليوم في الصباح كان هناك قصف تستهدف تلك المناطق بالإضافة إلى غارات جوية تستهدف كل من تلك المناطق. أيضا نورس لو قلنا إلى بيت جن، حقيقة اليوم الوضع هذا نسبيا بعد أن قام النظام السوري بعد الفجر باستهداف المنطقة عدة قذائف 57. أيضا لا زالت المعارك والحملات مستمرة على معظمية الشام، حقيقة كان هناك اليوم قوات النظام حاولت الدخول إلى وسط المنطقة، ولكن هناك أنباء تشير بأن سوف النظام يقوم أو يسعى بهدنة في المنطقة. أيضا هناك خروج عدة صواريخ من اللواء 105 الحرس الجمهوري، طبعا هذه الصواريخ أيضا لم يعرف المكان الذي سوف تستهدفه بالتحديد. نعم. إذن الزبداني، قلت بأن هناك رتل انسحب من الزبداني، هل نستطيع أن نقول بأن النظام غض النظر عن منطقة الزبداني وانتهت المعارك هناك فعليا؟ انسحابات كثيرة من تلك الجبهة. نعم نورس، النظام السوري لم يدع الزبداني بل أنه سوف يعيد السيطرة عليها. طبعا كما ذكرنا سيحاول قد تقصد باتجاه بلودان، طبعا المناطق هي مفتوحة، بلودان ومضايا مفتوحة على منطقة الزبداني، طبعا تلك العناصر تتجه باتجاه تلك المناطق. طبعا الكل يعلم أن الزبداني إن سيطر عليها النظام سوف يدع لحزب الله ممرا للدخول إلى وسط العاصمة دمشق، وذلك الطريق الوحيد من القنمون وأيضا من لبنان باتجاه حازم. حازم تسمعني؟ نعم حازم الشامي مراسلنا من دمشق حدثتنا من هناك، شكرا جزيلا لك.
إذن معارك على جبهات المرج ومقتل 20 عنصر للنظام على جبهة شبعة، قصف عنيف على مدينة دوما وسقوط شهداء وجرحى، معارك على أطراف الجبال المحررة وقصف عنيف على زملكة وعين ترمة وسقوط صواريخ عليهما وسقوط شهداء وجرحى في عين ترمة، اشتباكات بحي جوبر وعلى أطراف حي القابون، معارك وقصف على أطراف الحجر الأسود، استهداف فرع الأمن السياسي بباب توما بقذائف وسقوط قتلى في صفوف النظام، تعزيزات من الزبداني على أطراف بلودان متجهة إلى الغوطة الشرقية. وكما قال مراسلنا، نناشد جميع الفصائل بضرب تلك التعزيزات المتوجهة إلى الغوطة الشرقية، معارك على أطراف الغوطة الغربية، محاولة لقوات النظام التقدم باتجاه معظمية الشام. تلك كانت أبرز الأحداث من دمشق حتى الساعة. إلى محافظة إدلب، حيث شن الطيران الروسي غارات على مدينة كفر نبل تسببت بسقوط شهداء وجرحى، بينما استهدفت قوات النظام مدينة خان شيخون وقرية تل مرق بالمدفعية الثقيلة والقصف الصاروخي. هذا ودارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على جبهات مورك وقرية المنصورة. ولوضعنا بصورة التطورات وآخر التفاصيل، ينضم إلينا من هناك مراسلنا حافظ ترمان. أهلا بك حافظ. أهلا بك يا نورس وأعزائنا مشاهدي قناة الجسر. نعم، الحديث لك عن آخر التطورات لديكم في إدلب، تفضل. نعم نورس، تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء ريف إدلب المحرر، نعم حيث شن عدة غارات جوية استهدفت كل من قرية معرش مارين التي تقع في ريف الشرق لمدينة معرة النعمان. عدد شن شن الغارة عدد نعم حافظ عدد غارات عدد على من معرش مارين. نعم تفضل، الحديث لك. عدد من الإصابات في صفوف المدنيين، ومحدثا دمار في الأبنية السكنية. أيضا لم تسلم مناطق إدلب القريبة على ريف حماة الشمالي من طيران الغدر الروسي الذي يستهدف المدنيين، حيث قام بشن عدة غارات متتالية على مدينة خان شيخون وريفها الشرقي والغربي. أيضا كما طالت أحياء المدينة قصف صاروخي من الحواجز المتمركزة في ريف حماة الشمالي. أيضا استشهاد 3 من المدنيين في مدينة كفرنبل أثر غارة جوية من الطيران الحربي الروسي استهدف وسط المدينة وجرح عدد آخرين، وتم نقلهم إلى المشافي الميداني. صراحة نورس، المشافي الميداني تفتقر المعدات والأدوية والتي تطال يوميا قصف من الطيران الحربي الروسي والسوري. إذن الغارات الجوية لا تزال مستمرة من الطيران السوري، نقص حاد في المواد الطبية. دعنا نتحدث عن الاشتباكات، ما هو وضع الاشتباكات اليوم في إدلب حافظ؟ نعم، هناك حالة هدوء في جبهة كفريا والفوعة بسبب الهدنة المبرمة، ولكن الاشتباكات ما زالت مستمرة في ريف حماة الشمالي بين مقاتلو جيش الفتح الذي أعلن معركة غزوة حماة. هناك عمل عسكري قريب إن شاء الله سوف يعلنه جيش الفتح. نعم، حدثنا عن أوضاع المصابين جراء الغارات الجوية، كيف هي حالتهم بعد تلك الغارات، وكيف تستطيع النقاط الطبية تدبر تلك الحالات في ظل النقص الكبير الذي تعاني منه المراكز الطبية هناك؟ نعم، هناك نقص حاد كما ذكرت قبل قليل في الأدوية والمعدات الطبية. غارات الطيران حافظ، حافظ تسمعني؟ استهدفت المشافي. نعم، غارات للطيران استهدفت المشافي، تفضل. نعم نسمعك الآن. استهدفت المشافي الميدانية. حافظ نشكرك حافظ ترمان مراسلنا من إدلب، ونعتذر منكم أعزائي المشاهدين على سوء الاتصال من المصدر. إذا غارات جوية على معرش مارين ووقوع إصابات في صفوف المدنيين، غارات على خان شيخون ومحيط خان شيخون، استشهاد 3 مدنيين في كفر نبل جراء غارات جوية عليها، نقص حاد في المواد الطبية، وكما تحدث مراسلنا هناك استهداف للنقاط الطبية وللمشافي من قبل الطيران الروسي وطيران النظام أيضا.
اشتباكات في ريف حماة الشمالي، تلك كانت أبرز الأحداث. طبعا وهدوء في على جبهتي كفريا والفوعة جراء الهدنة التي لا تزال مستمرة حتى الآن، تلك كانت أبرز الأحداث من إدلب حتى الساعة. أما في محافظة حمص، فقد شن الطيران الروسي غارات جوية على مدينة تلبيسة وقريتي غرناطة وتيرمعلة في الريف الشمالي، كما استهدف بالخطأ مواقع لقوات النظام في بلدة الكم، وطال قصف لقوات النظام بالمدفعية وقذائف الهوان قرى سنيسل والمحطة والسعن الأسود. وللمزيد معنا من هناك مراسلنا أنس أبو عدنان. أهلا بك أنس. أهلا بك يا نوراس. نعم حدثنا، أسعد الله مساك، أهلا بك، حدثنا عن التطورات لديكم في حمص والريف، تفضل. نعم نوراس، لليوم 13 على التوالي وضمن الحملة الشرسة التي تشنها قوات النظام المزعومة بميليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني والعدوان الروسي، شهدت مدينة حمص منذ الصباح الباكر تحليقا مكثفا للطيران الحربي الروسي والسوري والطيران المروحي وطيران الاستطلاع، حيث شن الطيران الحربي عدة غارات جوية بالصواريخ الفراغية والعنقودية التي استهدفت كل من المناطق التالية: مدينة تلبيسة وقرية ترمالة وقرية السعن الأسود وبلدة الغنطو وقرية غرناطة، حيث قام الطيران الحربي باستهداف المنازل السكنية والطرقات الحربية في تلك المناطق، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المدنيين العزال ودمار في المنازل السكنية. وقد قام الطيران المروحي بإلقاء البراميل المتفجرة على قرى سنيسل والحلموز وجوالك، استهدفت منازل المدنيين والمساجد في تلك القرى، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وسقوط عشرات الجرحى أغلبهم في حالات خطرة. بينما كثفت قوات النظام من القصف بمدافع الهاون 120 ومدافع الفوزديكا والأسطوانات الثقيلة المتفجرة والرشاشات المتوسطة التي استهدفت مناطق ريف حمص الشمالي وخاصة قرية ترمالة وبلدة الغنطو ومدينة تلبيسة، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المدنيين العزال ودمار في المنازل السكنية. وقد ارتكبت قوات النظام مجزرة جديدة في صفوف المدنيين أمس التي راح ضحيتها 8 شهداء وسقوط عشرات الجرحى إثر سقوط صاروخ غريب من نوعه استهدف إحدى المساجد في بلدة الغنطو. إحدى المعلومات التي أفادت بأن الصاروخ يوجد بداخله مواد حارقة، ما أدى إلى احتراق أغلب الجرحى، وكان المواد الحارقة هي بنسبة من الدرجة الثانية. أما على الصعيد العسكري فقد جرت اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات النظام على الجبهات القتالية، والتي خفت نسبتها تدريجيا أقل من الأيام السابقة، حيث استخدم الطرفين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة دون أي إصابات أو أي تقدم لكلا الطرفين. وعلى الصعيد العسكري وعلى الصعيد الإنساني عفوا، المعاناة الإنسانية المستمرة في ريف حمص الشمالي بسبب حركات النزوح من القرى التي تتعرض للقصف والتي لجأت إلى أماكن متفرقة في ريف حمص الشمالي هربا من القصف إلى الشتات، حيث أن أغلب الناس لم تجد مأوى لها سوى الأراضي الزراعية، وخاصة أن الريف الشمالي محاصر من قبل قوات النظام، وقد منعت قوات النظام أيضا من دخول المواد الغذائية وخاصة حليب الأطفال ومقومات الحياة. إذن الناس الذين هربوا من القصف يعيشون في العراء في الريف الشمالي أنس؟ نعم بالضبط نوراس، نجدهم تحت أشجار الزيتون وتحت الأشجار وفي الأراضي الزراعية. هل من منظمات إغاثية دولية أو خاصة توجهت إليهم لمساعدتهم، وخصوصا بأن على أبواب فصل الشتاء؟ بالضبط نوراس، لم تدخل أي منظمة إنسانية أو أي جمعية إنسانية إلى ريف حمص الشمالي منذ أكثر من 6 أشهر، حيث آخر فترة دخلت فيها الهيئة الأمم المتحدة إلى مدينة حمص دخلت إلى مدينة الحولة. نعم، دعنا نعود إلى بلدة الغنطة وإلى المجزرة التي ارتكبها النظام هناك، كيف هو وضع الجرحى إثر تلك المجزرة، وهل من مواد طبية لمعالجتهم هناك؟ نورس، خاصة أن الريف الشمالي محاصر وقوات النظام تمنع من دخول المواد الغذائية والمواد الطبية أيضا، ارتكبت قوات النظام في صفوف المدنيين العزل التي ارتفع حصيلة الشهداء في بلدة الغنطو إلى 8 شهداء
وسقوط عشرات الجرحى، حيث ان قوات النظام المتمركزه في قريه اكراد الداسنيه قامت بإلقاء صاروخ غريب. نعم صاروخ غريب وفيه مواد حارقة. نعم أنس، نعم، كيف هو وضع الجرحى وكيف هي درجات الإصابات والجروح التي تعرضوا لها؟ بالنسبة للجرحى نورس، هم وضعهم سيء جدا بسبب النقص الحاد في المواد الطبية. وأما بالنسبة لدرجات الحروق فهي من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، حيث نعم. أننا رأينا أن أغلب الجرحى هم من الأطفال والنساء. نعم أنس أبو عدنان مراسلنا من حمص حدثتنا من هناك، شكرا جزيلا لك. إذا عدت غارات جوية على تلبيسة وتير معلى والسعن الأسود والغنطة وغرناطة تسبب بسقوط جرحى، براميل متفجرة على سنيسل والحلموز وجوالك تتسبب بسقوط 3 شهداء وعشرات الجرحى، مجزرة مساء أمس أو أمس لقوات النظام تسببت بارتقاء 8 شهداء وعشرات الجرحى إثر سقوط أحد الصواريخ على أحد المساجد في بلدة الغنطو وهو يحمل مواد حارقة، والمصابين وضعهم السيء وحروق في أجسادهم من الدرجة الأولى والثانية، جلهم من الأطفال والنساء، اشتباكات متقطعة على الجبهات خفت وتيرتها قليلا، معاناة في ريف حمص الشمالي بسبب نزوح الأهالي إلى هناك هربا من مناطق الاشتباك وسط نقص كبير في الأغذية وفي المواد الأساسية للحياة. نناشد أيضا المنظمات الإغاثية التوجه إلى الريف الشمالي لمساعدة الأهالي هناك. تلك كانت أبرز الأحداث من حمص حتى الساعة. إلى الحسكة وآخر التطورات هناك، حيث دارت اشتباكات بين تنظيم الدولة والميليشيا الكردية على محور قرية إما حجرة شمال بلدة الهول في ريف الحسكة، فيما أغار طيران التحالف على مواقع لتنظيم الدولة في محيط بلدة الهول. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هناك مراسلنا معصوم الكردي. أهلا بك معصوم. معصوم تسمعوني؟ السلام عليكم معصوم. وعليكم السلام يا هلا. نعم اسمعكم انا. نعم اهلا بك معنا، صوتك يتقطع. لو تضعنا بصورة التطورات لديكم في الحسكة جراء الغارات والاشتباكات الحاصلة هناك. نعم تفضل. نعم نور، صراحة الوصف الدقيق الذي نستطيع أن نقوله في معارك الحسكة هي معارك كر وفر بين الوحدات الكردية وتنظيم الدولة. طبعا الوحدات الكردية أكدت لنا خلال الأيام الماضية أنها استطاعت أن تبعد خطر التنظيم عن مدينة الحسكة بعض الشيء، لكن سرعان ما يعني التنظيم الدولة يجمع قواه ويهاجم مرة أخرى على القرى. طبعا اليوم والبارحة كانت الاشتباكات تتركز في قرية غزيلة في منطقة الهول، بالإضافة إلى الاشتباكات الدائرة في محيط جبل عبد العزيز. طبعا نورس، في ذات السياق طيران التحالف لا يزال يساند القوات الكردية ويقصف تنظيم الدولة يعني مواقعه وعناصر التنظيم في تلك المناطق. نعم إذا معارك. نعم نورس. نعم نعم تفضل معصوم. طبعا المعارك هناك نورس يعني معارك عنيفة تستخدم فيها كافة الأسلحة، هناك يعني خسائر بشرية بين الطرفين، بين عناصر تنظيم الدولة وأيضا من ناحية أخرى في عداد الوحدات الكردية. طبعا البارحة في مدينة القامشلي تم تشييع جثمان من مقاتلين، يعني 8 مقاتلين من مقاتلي الوحدات الكردية الذين فقدوا حياتهم في هذه المعارك. هناك خسائر مادية وبشرية، هناك أسلحة ثقيلة تستخدم من كلا الطرفين، لكن يعني نستطيع القول بأن الخطر يعني ابتعد عن مدينة الحسكة ويتركز في القرى الجنوبية في محيط جبل عبد العزيز وقرية الهول. نعم إذا ابتعد حوالي 12 إلى 15 كيلومتر جنوب مدينة الحسكة. إذن نعم نورس، بعد أن تقدم التنظيم إلى مسافة فاصلة وهي 7 كيلومترات، الآن يتراجع إلى ما يزيد على 10 كيلومترات عن محافظة الحسكة.
نعم بالضبط، هذا ما أود أن أوصله لكم نورس. نعم، إذا هل هناك تعزيزات يستخدمها التنظيم وهو كان مصمم على تحرير الحسكة وصلاة العيد في المساجد كما كان يدعي؟ نعم صراحة، لكن الوحدات الكردية أيضا استخدمت عناصر كثيرة وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب، حتى من يعني الأكراد والعرب والمسيحيين، وزجهم في هذه المعارك طبعا، وبمساندة طيران التحالف الذي كثف أيضا من غاراته في الآونة الأخيرة، ليضطر التنظيم إلى التراجع بعض الشيء إلى القرى الجنوبية. نعم، بعيدا عن الاشتباكات والمعارك وكما ذكرت هي معارك كر وفر، معصوم المناهج الكردية التي فرضها التنظيم إلى الآن تلاقي عدم قبول من الأهالي، حدثنا عنها، ماذا حصل الآن بعد بداية العام الدراسي؟ نعم، المناهج الكردية التي فرضتها الوحدات الكردية الإدارة الذاتية نورس، نعم طبعا لقت هذه المناهج رفضا تاما يعني في الصف الكردي وبين الأهالي الأكراد قبل العرب، يعني لأن المناهج كما ذكرنا في الحلقات السابقة تحتوي على فكر مؤدلج وسياسة الحزب الواحد والقائد الواحد، وهذا ما يتم رفضه من جميع الأطياف المتواجدة في محافظة الحسكة. طبعا إلى الآن لا توجد مدارس في محافظة الحسكة من الصف الأول وإلى السادس الابتدائي. الحكومة السورية أي وزارة التعليم رفضت فتح المدارس وأعطاء مناهجها في هذه المدارس في المدن الكردية عامة، وأيضا الوحدات الكردية أصرت على تعليم وفتح المدارس الكردية. طبعا الأساتذة والكادر التدريسي لدى الأكراد صراحة لا يوجد هذا الكادر، فهناك نقص حاد يعني في الكادر نعم التدريسي بين معصوم. الأكراد. معصوم، أنت ذكرت بأن تلك المناهج نعم التي أصدرتها الميليشيا الكردية، وشكرا على التنويه، ولكن أنت ذكرت بأن هناك رفض من الأكراد قبل العرب لتلك المناهج. نعم من بالضبط بعض كما الأكراد ذكرت، يعني بالتعبير هناك الدقيق. رفض. نعم نورس، الرفض جاء بسبب يعني ما تحتويه هذه المناهج، يعني المنهاج كله عبارة عن كتابين أو ثلاث كتب يعني لا أكثر، لا يوجد فيه لا رياضيات لا لغة، مثلا اللغة الإنجليزية حتى تم رفضه، يعني لا يوجد هناك تاريخ، مجرد 5 6 صفحات تاريخ وتتلخص في تاريخ المنطقة وتاريخ تشكل القوات اليبكي واليبجي، نعم. يعني وهناك سياسة مؤدلجة يعني يريدون أن يزرعوه في رأس الأكرى وفي يعني الأطفال وفي هذا العمر، وهذا ما تم رفضه من قبل الأهالي، يعني لا يوجد شيء واضح حتى الآن في هذه المناهج. نعم معصوم، تحدثت عن اعتقالات ليس في صفوف الأكراد فحسب، بل الاعتقالات طالت أيضا السنة وطالت المسيحيين لتجنيدهم في صفوف الأكراد. بالضبط، وهذا ربما يدل على النقص في يعني الوحدات الكردية وفي أعداد الوحدات الكردية. قبل أيام شاهدنا حملة اعتقالات واسعة في كل مدن المحافظة صراحة، شنتها الوحدات الكردية، حتى زرعت يعني حواجز طيارة في مداخل المدن. طبعا أود أن أذكر أيضا في مدينة القامشلي وخاصة من الطائفة المسيحية أيضا ولها يعني قوة خاصة بها ما تسمى بالسوتورو، بعد أن اعتقلت الوحدات الكردية مجموعة من الشباب المسيحيين، هاجمت هذه القوى المسيحية على مراكز الوحدات الكردية وطالبت بالإفراج عن شبابها المعتقلين لديهم، وأن المسيحيين لا يستطيعون أن يخدموا أو أن يخدموا في القوى الكردية وبين صفوف الميليشيا الكردية، وهناك يعني قوة خاصة بهم هي هاجمت بالمسيحيين. هي هاجمت بقوة مسلحة أم طالبت معصوم؟ صراحة هاجمت بقوة مسلحة ولكن لم تندلع أي اشتباكات، يعني دخلت بينهم قوى وحاورت يعني بشكل سلمي. نعم نورس معصوم، يعني لم يندلع أي اشتباكات ولكن نعم. كانت شكرا لك معصوم. قد جهزت نفسها هذه القوى. نعم معصوم الكردي مراسلنا من الحسكة حدثنا من هناك، شكرا جزيلا لك.
إذن معارك كرن وفر بين تنظيم الدولة والوحدات الكردية، ارتباكات في قرية غزيلة ومحيط جبل عبد العزيز، غارات لطيران التحالف على تنظيم الدولة تزامنا مع تلك الاشتباكات، حملة دهم واعتقالات بصفوف الشبان طبعا الأكراد والعرب والمسيحيين أيضا، وزجهم في المعارك التي تخوضها وحدات الحماية الكردية، رفض للمناهج التي فرضتها الميليشيات الكردية، وقوة مسيحية تهاجم حواجز الأكراد وتطالب بالإفراج عن المسيحيين. طبعا تنظيم الدولة يبتعد عن محافظة أو عن مدينة الحسكة، وخطر التنظيم يبتعد إلى ما يزيد عن 10 كيلومترات بعد أن كان قد تقدم لمسافة أقل من 7 كيلومترات إلى محافظة الحسكة. تلك كانت أبرز الأحداث من الحسكة حتى الآن. من الحسكة نصل معكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الحدث. لكم تحيات فريق العمل وتحيات محدثكم نورس العرفي، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.